حاجه جميله جدا بصراحه، ودايما الواحد لما بيكون موجود في المناسبات دي بالتحديد مناسبه كبيره جدا جدا زي انتصار اكتوبر المجيد من 46 سنه، الواحد دايما بيحلم كده يقول يا ريتني كنت ابقى موجود في الحرب العظيمه دي يعني. ف دايما دايما باذن الله مصر وشعبها وجيشها وشرطتها وكل اهل مصر بخير وسعاده وانتصار دايما وقوه دائمه باذن الله لمصر. مساء الخير على حضراتكم، حلقه جديده من كلام في الميديا، حلقه غايه في الاهميه واخبار كتيره جدا متعدده، وهي في الحقيقه حلقه خاصه جدا بسبب نصر اكتوبر المجيد وهذه الذكرى السنويه اللي هنفضل عايشينها دايما دايما، والاجيال هيفضلوا يتوارثوا هذه الذكرى ويفضلوا يفخروا بجيشنا العظيم وبكل من هو مصري قدر ان هو يساهم في هذه الحرب وان هو يرجع ارضنا العزيزه، وده دايما دور المصري والوطني في كل الاحوال يعني. فكل سنه وحضراتكم طيبين. النهارده حلقتنا فيها اخبار متعدده كالعاده، وضيف حلقتنا هيكون الاستاذ اسامه صقر رئيس القسم الرياضي بجريده الجمهوريه. لكن بالتحديد احنا لسه بنتكلم على نصر اكتوبر لان في فيديو مهم جدا عايزين نعرضه لحضراتكم، هو خاص بدور النادي الاهلي الوطني في حرب اكتوبر في ذكرى انتصار اكتوبر. خلينا نروح نشوف الفيديو ده ونرجع مره ثانيه. العسكري سوف يتوقف طويلا بالفحص والدرس امام عمليه يوم السادس من اكتوبر سنه 73 لتتمكنت القوات المسلحه المصريه من اقتحام مانع قناه السويس الصعب واجتياح خط بارليف المنيع واقامه رؤوس جسور لها على الضفه الشرقيه من القناه بعد أن أفقدت العدو توازنه كما قلت في 6 ساعات. دور النادي الأهلي الوطني خلال حرب 67 أو في حرب 67 وإزاي تحول، الكلام ده يمكن ناس كتير ما تعرفوش، ملاعب النادي الأهلي تحولت لمراكز تدريب عسكرية. أعضاء النادي الأهلي يعني تطوعوا وتدربوا على المقاومة الشعبية زي كل حتة في مصر مش في النادي الأهلي بس، بس أنا بقول دور النادي الأهلي اللي إحنا عارفينه واللي إحنا عشناه. كمان سيدات النادي الأهلي بيتسابقوا ويحاولوا إن هم ياخدوا كورسات أو يعني ياخدوا تدريب في التمريض. هو ده دور النادي الأهلي 67 غير طبعا التبرعات بقى اللي كانت موجوده من الجمهور ومن الاعضاء. 73 بقى حاجه تانية خالص. برضه في تبرعات لكن اقول لكم على حاجه يعني نفخر بيها جميعا بقى كنادي اهلي. لما طلبوا التبرع بالدم النادي الاهلي اعلن في وسط اعضائه التبرع بالدم. عارفين حضراتكم اول يوم كام واحد جه؟ 8000 واحد. 8000 واحد يتبرعوا بالدم في يوم واحد. يا جماعه هي دي الوطنيه، هو ده النادي الاهلي وهي دي الوطنيه اللي احنا عشناها. ان القوات المسلحه المصريه قامت بمعجزه على اي مقياس عسكري. حين اصدرت لها الامر ان ترد على استفزاز العدو وان تكبح جماح غروره فانها اثبتت نفسها بعد ان افقدت العدو توازنه كما قلت في 6 ساعات. فخر ما بعده فخر في الحقيقه يعني، وهذه الحرب المجيده وكمان دور النادي الاهلي الوطني اللي ممكن البعض بيحاول يشكك في دور النادي دايما، لكن التاريخ هو اللي بيتكلم، التاريخ هو اللي بيقول النادي الاهلي هو نادي الوطنيه ودايما بيكون بجوار بلده ودولته في اي مناسبه من المناسبات سواء السعيده او الحزينه. ان شاء الله ربنا ما يجيبش حزن ابدا ونفضل دايما كشعب مصري في سعاده دائما وتطور دائم باذن الله.
نخش في حلقتنا النهاردة، حلقة فيها العديد والعديد من الأخبار الهامة ومليئة بصراحة النهاردة جدا على الصعيد العالمي والمحلي، وأيضا فيما يتعلق بنادينا الحبيب النادي الأهلي. عايز أبتدي بس بأبرز عناوين حلقة النهاردة، يلا بينا. الأهلي واصل تدريباته اليوم بدون راحة بعد الفوز على أسوان. بايلر جميع لاعبي الأهلي على درجة واحدة من الأهمية. الجهاز الفني يجتمع لوضع خطة عمل الفريق خلال فترة التوقف الدولي. أشعة لعمرو السولية لتحديد البرنامج العلاجي له بعد إصابته في الكاحل. شوقي غريب يختار 28 لاعبا في قائمة المنتخب الأولمبي استعدادا لجنوب أفريقيا. غدا قرعة الدور التمهيدي لكأس مصر. رغم الفوز القاتل على ليستر، حزن في ليفربول بسبب إصابة صلاح. الأهلي وحلاوته بصراحة امبارح كالعادة خلال الفترة الأخيرة، النادي الأهلي بيفوز انتصارات متتالية تحت قيادة فنية جديدة لمستر ريني بايلر المدير الفني السويسري. مش بس كده، مش بس النادي الأهلي بيكسب المباريات، 6 مباريات حتى الآن، لا، الأهلي بيمتع جمهوره، وده اللي كان دايما بيدور عليه جمهور النادي الأهلي دايما. بنفرح ان احنا بنكسب، ومعتادين او احنا متعودين على ان الأهلي دايما بيكسب، لكن كان بينقص دايما النادي الاهلي جزئيه الاداء، المتعه. في الحقيقه في الفتره الاخيره احنا بنتمتع بفريق النادي الاهلي، بنتمتع بالكوره، بنتمتع بلاعبتنا المتالقين، ابرزهم، مش عايز اقول ابرزهم لان كلهم في الحقيقه عاملين مباريات حتى الان غايه في الروعه، لكن اجاييه مثلا، وهفضل اتكلم على اجاييه لان اجاييه في الحقيقه من الناس اللي كان كله بيتكلم على ان اجاي هيمشي من النادي الاهلي وان خلاص الاهلي بيدور على بديل وكلام من هذا القبيل يعني. لكن الراجل بيثبت قد ايه هو لعيب كبير. قول لي كده، لو كنا مشينا اجاي وجبنا لعيب افريقي، كان هل هيؤدي بهذا الاداء وهذا المستوى المميز وهذه الاهداف المتتاليه؟ ما اعتقدش، لان لما كنت هتجيب لعيب جديد ايا كان بقى، الله اعلم كان هيوفق اصلا مع النادي الاهلي ولا لا، عقبال ما يخش وينسجم ويؤثر مع النادي الاهلي كنت هتاخد وقت كبير. لكن احنا عندنا قيمه فعلا فنيه في صفوف النادي الاهلي، جونيور اجاي كانت محتاجه المدير الفني اللي يستغلها صح، وفي الحقيقه مستر فايلر قدر يستغل اللاعب بشكل مظبوط جدا. فوز كبير 5-1 بعد الفوز اللي قبليه كان على نتائج 4-0، فبالتالي النتائج مميزه جدا والاداء اكثر من رائع. تألق كمان عدد من اللاعبين، يعني في الحقيقه كل امبارح تألق منهم الراجل اللي شاطر الكره دي، حمدي فتحي في الحقيقه احسن لعيب وسط ملعب في مصر بدون مبالغه. حسين الشحات بيواصل تألقه طبعا، لكن حمدي فتحي تقيل، لعيب ما شاء الله عليه، ما شاء الله لا قوه الا بالله. تسديدات اوكي، اهداف بيحرز، مساهمه في الاهداف موجود، كل حاجه بيقوم بيها الراجل ده من ابرز الصفقات للنادي الاهلي خلال الفترات الكبيره والسنوات الكبيره السابقه. فبالتالي شيء جيد جدا بالنسبه لكل لاعبي النادي الاهلي، حسين الشحات وثبات المستوى، وده الاهم بصراحه، ان كل لاعيبه النادي الاهلي الفتره دي اللي بيتالقوا مش بيتالقوا مباراه ويريحوا اللي بعديها، لا، هم مستمرين في التالق على مدار المباريات المتتاليه، وده شيء مهم. الثبات في المستوى ده اللي هيرجح كفه الاهلي، مش بس في بطوله الدوري، هيرجح كفه الاهلي في البطوله الاهم، بطوله دوري ابطال افريقيا، ده اللي احنا مستنيينه. مستر رينيه فايلر بيثبت كل مباراه ان هو مدير فني قوي، مدير فني فاهم. هتقول لي يعني هو في مديرين فنيين مش فاهمين؟ في من الاخر، لكن الراجل ده عارف بيشتغل ازاي، الراجل ده عارف اهداف الفريق ايه واهداف جمهور الاهلي ايه، وبيشتغل عليها بشكل مميز جدا. التغييرات اللي في التشكيل بيعملها تغييرات ممكن تكون مستغربة عند البعض شوية، لكن هو واضح ان هو دارس امكانيات اللاعبين في فترة وجيزة جدا بشكل مميز للغاية. الدليل ايه؟ الدليل النتائج، الدليل تألق اللاعبين كلهم. انا اللي عاجبني بصراحة ان مفيش حد، واكيد حضراتكم طبعا بتتفقوا معايا في الجزئية دي، يعني ان مفيش حد مستواه بيقل في المباريات،
كنا دايما نشوف النادي الاهلي نطلع نجم للمباراه، كنا بنطلع نجم المباراه، لكن انت بعد كل مباراه دلوقتي بتحتار تختار من نجم المباراه. فثبات المستوى والتطور الدائم لصفوف النادي الاهلي او للعيبه النادي الاهلي واضح جدا في ارضيه الملعب. أفشى كمان بيستمر في التألق، محمد هاني، علي معلول، الكل في الحقيقة مش عايز أنزق عمرو السولية، وإن شاء الله أصابته تكون خفيفة. أنا عايز أتكلم عن الجون اللي جه فينا ده، الواحد زعل، يعني شوف إحنا وصلنا لدرجة إن إحنا زعلين إن جه فينا جون في كام ماتش، لكن اللقطة دي بتهمني جدا، لقطة محمد الشناوي، بغض النظر عن الهدف، لكن محمد الشناوي يا ريت نعيدها تاني يا بيبو، محمد الشناوي أنقذ اللاعب ومهاجم، بص مهاجم فريق أسوان أوميد أوكري، أنقذه من اصطدام قوي جدا في العرض. هي دي الروح الرياضية وهي دي أخلاق الفرسان في الحقيقة. يعني كان ممكن هو خلاص الكرة دخل مش عارف ايه ويفكر في ان الجون جه، لا هو حاول ان هو ينقذ زميله في الملعب من الفريق الآخر. في لقطة مهمة جدا من محمد الشناوي ولازم نحييه كل التحية عليها، بالإضافة أو بخلاف هذه اللقطة، محمد الشناوي لو حضراتكم كنتوا أكيد بتتفرجوا على المباراة في التلفزيون، الشوط الثاني بالتحديد كسبانين احنا 4-0 مثلا، يعني كنا وصلنا ل 4-0 و4-1 سامع دايما في المايك اللي في الملعب الشناوي بيتكلم مع لعيبه النادي الاهلي، بيتكلم لسه اهدى نركز نركز نركز. فده شيء مهم، ممكن فريق تاني او لعيبه تانية يقول لك احنا يا عم خلاص كسبانين 4 الماتش هيخلص ان شاء الله على كده، او الماتش خلص كمان والدنيا ماشيه معانا زي الفل، فمش هقعد اتكلم بقى وانبح صوتي واتكلم مع زمايلي اللي قدامي والدفاع وكلام من ده. لا، ده بيدل على التركيز الكبير جدا عند كل عناصر الفريق، اهمهم وابرزهم محمد الشناوي، لان دايما الحارس هو اللي بيبقى شايف الملعب بشكل اوضح بحكم مركزه، فكلامه كتير مع اللاعبين مع المدافعين شيء مميز جدا، وبيدل على تركيزه الدائم والثابت على مدار الفتره الاخيره منذ في الحقيقه منذ بطوله الامم الافريقيه مع منتخب مصر، وكان هو احد ابرز نجوم هذه البطوله اللي خرجنا منها للاسف. لكن في واحد لازم نتكلم عليه ونديله حقه بشكل كبير جدا ومستنيين منه المزيد كمان، رمضان صبحي. اخيرا رجع لنا رمضان صبحي اللي هو كان ايه اللي كان عندنا قبل ما يروح ستوك سيتي. بص الكره دي يا ولد، الهدوء وبتاع، حتى لو خبطت في رجل المدافع اسوان لكن بيتصرف بهدوء وبمهاره. في بعض الاحيان شكينا شويه في ان رمضان صبحي مهارته بسبب جسمه الزائد والتدريبات البدنيه القويه اللي بتبقى في انجلترا، فالمهاره قلت شويه، لان انت لما عضلاتك بتزيد المرونه عندك بتقل نسبيا. لكن هو رد علينا في هذه الشكوك في الحقيقه رمضان صبحي، اداء اكثر من رائع وثبات ايضا في المستوى، وهو هداف الدوري حتى الان، 3 اهداف في 3 مباريات، وان شاء الله يستمر. حته ان هو على الجون على طول بيجيب اهداف، دي جزئيه تحسب للمدير الفني، سواء مع رمضان صبحي مع اجاي مع عدد كبير جدا من اللاعبين، وفي لاعبين كمان هتتفاجئوا ان شاء الله بمستواهم خلال الفتره اللي جايه من خلال تركيز مستر فايلر معاهم في كيفيه التطوير عند هؤلاء اللاعبين، وباذن الله هيبقى ابرزهم وليد ازورو، انا معتقد كده باذن الله. فكل دي امور ايجابيه جدا جدا بالنسبه للنادي الاهلي بعد مباراه الامس، ومرحله خلصت. مرحله كانت مكونه من 6 مباريات مع مستر فايلر، النادي الاهلي جاب فيهم 10 من 10، كسب كل المباريات. دخل فيه 3 اهداف وجايب حوالي 19 جون تقريبا. يعني في الدوري بس احنا جايبين ادي 4 و5 يبقى ادي 9، وجون يبقى ادي 10، و3 في الزمالك يبقى ادي 13، و6 التوتال بتاع كانو سبورت يبقى بالظبط 19 جون. 19 جون في 6 مباريات ده عدد كبير جدا. وان ده اللي يدل على ايه؟ على الاسلوب الهجومي اللي بيلعب بيه مستر فايلر، واللي كان دايما بينتظره جمهور النادي الاهلي، لان جمهور النادي الاهلي دايما بيبقى ذواق، بيحب ان هو يتمتع بالكوره، الراجل ادانا المتعه في الحقيقه. نتمنى له يا رب الاستمراريه، لكن شيء مهم قوي ان البدايه تكون بهذا الكم الهائل من التوفيق والاجتهاد والاداء المميز. فان شاء الله باذن الله المرحله المقبلين عليها تكون افضل وافضل باذن الله، مرحله هتكون غايه في الاهميه. احنا دلوقتي في توقف دولي في ماتشات وديه للمنتخبات، فبالتالي عندنا مباراه مهمه قوي يوم 19، مباراه نادي الزمالك، وعايزين باذن الله ننتصر على نادي الزمالك المره الثالثه على التوالي في فتره صغيره. كسبناهم في اخر الدوري السنه اللي فاتت 1-0 بهدف علي معلول، السوبر 3-2، وان شاء الله باذن الله المباراه الجايه تحاول من بدري كده
تخلص على منافسينا ابرزهم طبعا نادي الزمالك فريق كبير وفريق محترم، فبالتالي هتبقى مباراه قويه والنادي الاهلي هيستعدلها بكل قوه. فيما يتعلق بقى باستعدادات النادي الاهلي، ففي بعض الجوانب اللي لازم نتطرق ليها. في الحقيقه انت عندك فتره من الزمن قبل مباراه الزمالك، فكان ممكن ايه المدير الفني يروح بلده يزور اسرته يقعد معاهم ياخد اجازته عادي، وما كانش حد هيقول ليه الراجل ده عمل كده. لكن الملفت ان مستر فايلر لغى اجازته وصمم ان هو يكون موجود في النادي الاهلي ويكون قريب من لعبته ومن تدريبات الفريق، وانه يستعد بكل قوه لمباراه الزمالك ايا كان، لو هي كانت مباراه الزمالك او غير مباراه الزمالك. الواضح ان الراجل عنده اهداف واستراتيجيه معينه وطموحات معينه واضحه جدا في الالمام بكل عناصر الفريق ومدى الامكانيات الخاصه بكل لاعب، واعتقد ان هو الم بامكانيات اللاعبين بشكل رائع جدا. مش بس كده، مش بس الراجل لغى سفره، ده لغى كمان الراحه الخاصه باللاعبين اللي كانت 48 ساعه المفروض قبل المباراه امبارح تم الاعلان ان هيبقى فيه يومين راحه بالنسبه للفريق بعد مباراه اسوان، لكن هو لغى الراحه واصر على ان الفريق يستأنف تدريباته اليوم. النهارده الفريق استأنف تدريباته كانت الساعه 5، يعني حوالي من ساعه وثلث كده تدريبات النادي الاهلي عشان يستعد للمرحله الهامه جدا المقبله. تدريبات طبعا فيها استشفاء كبير بشكل كبير يعني، وفيها بعض الامور البدنيه بشكل قوي وبعض الامور المتعلقه بالفنيات في ظل عدم مشاركه بعض اللاعبين بشكل طبيعي في مباراه الامس. لكن الواحد في الحقيقه سعيد جدا جدا ومبسوط بفريق النادي الاهلي، ونتمنى له يا رب دايما دايما كل التوفيق لمستر فايلر اللي اعتقد ان خلاص لازم الناس تبتدي تقيمه. ومش عيب ان احنا نقول الكلام ده. اول كام ماتش كنت بقول لحضراتكم ان احنا مش عايزين نتسرع في تقييم مستر فايلر، مش عايزين ان احنا نضخم في الفوز اللي بيحققه والاداء وكلام من ده، عايزين ننتظر. لكن 6 مباريات عدد مش قليل بالمناسبه، 6 مباريات هم عشان فتره وجيزه، فاحنا ما كناش متوقعين ان مظهر الاهلي يكون ثابت على مدار كل هذه المباريات. لكن نبتدي نقيم مستر فايلر، نبتدي نقيم مستر فايلر. في الحقيقه عامل مباريات اكثر من رائعه، التقييم هيكون اكبر واوضح بدايه من مباراه الزمالك ان شاء الله نكون موفقين فيها. واعتقد ان الاشاده واسعه جدا جدا او بشكل كبير عند كل المحللين لمباريات النادي الاهلي ومحللي كره القدم بشكل عام، واللي بيفهموا اكيد اكتر مننا احنا، يعني احنا بنتابع الكوره بنحب الكوره بنفهم فيها على قدنا. لكن الناس اللي هم ليهم في الفنيات اللي لعبوا كوره اللي دربوا المحللين يعني هم اللي يقدروا يحللوا اداء الاهلي واشادوا بشكل كبير جدا بمستر فايلر. واعتقد ان احنا مش محتاجين محللين يحللوا لنا الماتشات، احنا الحقيقه مبسوطين جدا، جمهور النادي الاهلي مبسوط، وان شاء الله تكون الاستمراريه هو الشيء الاهم بالنسبه لفريق النادي الاهلي. طيب اتكلمنا على استعدادات الفريق كمان، لكن عندي جزئيه عايز اتكلم فيها في الحقيقه وفيما يتعلق بلجنه الانضباط. يا جماعه دي لقطه مهمه جدا، دي لقطه مهمه جدا. الدكتور مجدي يعقوب طبعا رمز كبير جدا من الرموز المصريه في الحياه، ومستر فايلر اول ما عرف واضح من خلال هذه اللقطات راح سلم وكان حريص جدا ان هو يسلم عليه. والدكتور مجدي يعقوب كان متواجد بدور كابتن سمير عدلي مدير الاداري، ومستر فايلر طبعا هو دكتور مجدي يعقوب مشهور جدا على مستوى العالم يعني، فبالتالي لقطه مهمه جدا. عايز اشكر زميلنا العزيز محمد دكروري مخرج قناه الاهلي اللي قدر ان هو ينفرد بهذه اللقطة، وشيء في الحقيقة حلو ومميز جدا بكل تأكيد. قبل اللقطات دي كانت لقطات من وصول فريق النادي الأهلي للقاهرة عقب انتهاء هذه المباراة، أعتقد وصول الساعة 2 الفجر أو 3 يعني. فعموما نتمنى لهم كل التوفيق. الحتة أو الجزئية اللي كنت عايز أتكلم فيها بصراحة وفيما يتعلق بلجنة الانضباط في الاتحاد المصري لكرة القدم. لو حضراتكم مش واخدين بالكم، مباراة الزمالك والمقصة كان فيها أعمال شغب من اللاعبين عقب انتهاء المباراة. فأنا بتكلم عشان دي المباراة اللي حصل فيها شغب، لو مباراة تانية عشان ما حدش يقول أصل أنت بتتكلم على الزمالك ليه ومش الزمالك ليه، إحنا بنحترم كل الناس بما فيهم نادي الزمالك نادي كبير جدا يعني. لكن لجنة الانضباط دورها فين؟ فين العقوبات الخاصة بالمخطئين من
لاعبي نادي الزمالك يكون مقص لغلطه. هتعاقبهم امتى؟ الاسبوع الثالث ابتدى ومباراه كانت في الاسبوع الثاني، ومقص كمان لعبه النهارده وخسرت من الجونه. فلو كنت هتعاقبهم خلاص انت كده صعب ان انت تعاقبهم، ولا الامور هتبقى ايه، ولا استراتيجيتكم هتبقى ازاي يعني؟ فالموضوع غريب بصراحه. لازم يكون في سرعه في اصدار القرارات الخاصه بالعقوبات. هتقول لي اصل الماتش كان يوم الخميس والجمعه والسبت اجازه والحد كمان اجازه عشان اكتوبر، ما هو الماتشات بتتلعب ماتشات الدوري. فدي جزئيه لازم نلفت ليها النظر في الحياه، لان لغايه دلوقتي ما سمعناش عن عقوبات خالص بتخص هذه المباراه. وبنتكلم بشكل عام، حتى لو لعيبه النادي الاهلي غلطت في مباراه من المباريات لازم يكون في سرعه في العقاب من قبل لجنه الانضباط. احنا عايزين الموضوع يكون على كل الانديه، ما يبقاش فيه تفرقه، ما يبقاش فيه خوف، وده شيء مهم قوي يعني. فدي جزئيه من ضمن الجزئيات اللي كنت عايز اتكلم فيها. كمان عايزين نتكلم عن قائمه منتخب مصر الاول، وقائمه فيها 7 لاعبين من الاهلي، وايضا في قائمه المنتخب الاولمبي. عندنا 7 لاعبين من الاهلي في قائمه المنتخب الاول: محمد الشناوي واحمد فتحي وعمرو السوليه وحمدي فتحي وقفشه وحسين الشحات وايمن اشرف. انا كنت متوقع جدا عمرو السوليه يروح، مش عشان هو لعيب كبير، لا، عشان كابتن حسام بدري مقتنع بيه قناعه تامه، وهو فعلا لعيب مميز جدا عمرو السوليه يعني. فخليني اقول لحضراتكم القائمه بشكل كامل: محمد الشناوي ومحمد عواد ومحمد بسام في حراسه المرمى، احمد حجازي ومحمود علاء وباهر محمدي ورجب بكار واحمد فتحي بيعود ونجم كبير وخبره كبيره جدا مهمه في منتخب مصر، ايمن اشرف وعبد الله جمعه ومحمد حمدي وعمر جابر في نص الملعب: محمد النجم وطارق حامد وعمرو السوليه وحمدي فتحي وعبد الله السعيد ومحمد مجدي قفشه وحسين الشحات وتريزيجيه، وفي الهجوم كل من احمد حسن كوكا وحسام حسن وعمر السعيد. البعض يقول لك فين مصطفى محمد وفين صلاح محسن، موجودين مع المنتخب الاولمبي. وكمان بعض يقول لك فين رمضان صبحي، ايضا موجود مع المنتخب الاولمبي. بالتالي قائمه المنتخب الاولمبي، احنا عارفين المنتخب الاولمبي مستعد لبطوله الامم الافريقيه اللي هتكون الشهر الجاي باذن الله في مصر، مؤهله لاولمبياد طوكيو ان شاء الله. نتمنى لهم كل التوفيق، واحنا معانا مجموعه صعبه جدا في الحقيقه. فبالتالي عمر رضوان، عمر صلاح، محمد صبحي ومصطفى شوبير في حراسه مرمى منتخب مصر الاولمبي، خط الدفاع اسامه جلال، لعيب اكثر من رائع في الحقيقه اسامه جلال ده، ومحمود مرعي، محمود الجزار، احمد رمضان بكم، محمد عبد السلام، محمد صادق، احمد ابو الفتوح، احمد ايمن، وكريم العراقي في خط الوسط: اكرم توفيق، غنام محمد، عمار حمدي، ناصر ماهر، احمد حمدي، فوزي الحناوي. في خط الهجوم كل من رمضان صبحي وطاهر محمد طاهر وامام عاشور وعبد الرحمن مجدي ووجيه عبد الحكيم ومصطفى محمد وصلاح محسن واحمد ياسر ريان وناصر ماهر. عايز اعلق سريعا على قائمه المنتخب الاول، لان واضح كده الكابتن حسام بدري مش مهتم بموضوع السن، بدليل استدعائه للكابتن احمد فتحي وليه عبد الله السعيد، هم خلاص عدوا الثلاثينات يعني. وعلى فكره مش عيب ان اللعيب يعدي ال 30 سنه، ده بالعكس ده بيبقى في عز نضجه يعني. فهو واضح ان هو مش مركز في موضوع ان ينزل بمعدل الاعمار، لا، هو عايز يشوف اللعيب اللي هيفيده ايه حياته، ما بيفكرش في الجزئيه. بنفس الوقت طبعا يدعم الفريق ببعض العناصر الشابه والمهمه جدا زي محمد هاني وزي عدد كبير جدا من اللاعبين. فبالتالي نتمنى له يا رب كل التوفيق بالنسبه للكابتن حسام البدري. محمد هاني مش منتخب، نتمنى ان شاء الله الفتره الجايه محمد هاني يكون موجود، لان احد العناصر هتكون مهمه جدا خلال الفتره الجايه لمنتخب مصر. استبعاد صلاح، انا بصراحه الموضوع ده غريب جدا، وانا ضد ان لعيب يعتذر عن المنتخب ايا كان حجم نجوميته. الناس كلها عارفه قد احنا بنحب محمد صلاح وبنعشق محمد صلاح وبنسنده في كل الاحوال، لكن ان شاء الله هم المسؤولين عن اختياراتهم طبعا كابتن حسام بدري، ونتمنى له كل التوفيق. طيب انا معايا مداخله مهمه جدا مع مدير اكاديميات النادي الاهلي وعضو لجنه التخطيط بالنادي الاهلي، واللي عيد ميلاده النهارده لازم نقول له كل سنه وهو طيب، يا كابتن خالد بيبو. مساء الفل عليك وكل سنه وحضرتك طيب. مساء الفل يا امير، وكل سنه وانت طيب، وكل سنه وشعب مصر كله بخير الحمد لله. يعني صادف طبعا عيد ميلادي مع يعني حدث تاريخ الفصل كلها وانتصار تاريخ الفصل كلها بالظبط، فالحمد لله. يعني بقول الناس كل سنه طيب، وبقول لشعب مصر كل سنه وهم طيبين.
كل سنة وحضرتك طيب يا كابتن بيبو. أنا سعيد جدا بالمداخلة دي، وأنت أحد نجوم النادي الأهلي الكبار اللي قدرت يعني تساهم في عدد كبير جدا من بطولات النادي الأهلي، وأهمها طبعا بطولة دوري أبطال أفريقيا والسوبر أفريقي والتألق المبهر في عدد كبير من المباريات، وأهمهم المباراة اللي إحنا شايفين أهدافها، ما أعرفش أنت التلفزيون قدامك ولا لأ، مباراة 6-1 والأربع أهداف التاريخية يعني. لا أنا للأسف طبعا مش شايف التلفزيون، أنا في الطريق. انما يعني مش لازم اشوفهم بعيني، شوفهم بعيني معاك. لا طبعا الواحد سعيد جدا طبعا من 1-1 بيبو بشير، يعني بتكرر النهارده على قناه النادي الاهلي من خلال احتفال بعيد ميلادي، دي حاجه تسعدني وتشرفني ان انا واحد من منظومه النادي الاهلي، اللي قناه النادي الاهلي او وسائل الاعلام بتاعت النادي الاهلي كلها بتبارك له بعيد ميلاده، وده حاجه كبيره جدا ورساله لكل منظومه النادي الاهلي، ان اي حد من ابناء النادي الاهلي واي حد تعب جوه النادي الاهلي يفضل جوه لوب الاهلاويه وجوه معاهم دايما وفاكرينه، دي حاجه تسعدني الصراحه. كابتن خالد بيبو، انا عارف ان من اللحظات الفارقه جدا في حياتك لحظه انضمامك للنادي الاهلي، وعارف قد ايه انت كنت متمسك انك تنضم للنادي الاهلي، بتمثل لك ايه اللحظات دي وبيمثل لك ايه كمان جمهور النادي الاهلي؟ لا انت بتتكلم السؤال ده الواحد يعني بص مهما تحاول ان انت تلاقي جنب يعني جواك من كلمات عمرك ما تقدر تخرج الشعور ده او توصفه للناس، يعني هو الشعور ده شعور بيبقى جوه الواحد ان هو يبقى واعي ان هو انضم للنادي الاهلي، استقبال لعيبه النادي الاهلي، استقبال جمهور النادي الاهلي، دي حاجه ما يعني ما تتوصفش بكلام، ده شعور بيبقى شعور يعني جواك مهما تحاول انت توصفه مش هتعرف، سعيد بيه وسعيد بانتهائي للمنظومه الاهلاويه كلها، سعيد بانضمامي ابقى واحد من المنظومه الاهلاويه سواء لاعب بقى او اداري او جمهور في النادي الاهلي، دي كلها حاجات الواحد يتصرف فيها ويفضل طول عمره فخور بيها، وكفايه ان انت تبقى ماشي في الشارع كل الناس بتقول لك كل سنه وانت طيب بالظبط يا حبيبي الاهلاويه، يعني ما هترد تقول ايه؟ ما عنديش حاجه ارد اقولها يعني. اللهم يعني اللهم ربنا يخليكم كل سنه وانتم طيبين، شرف ما بعد شرف ان انت تنتمي للمنظومه الاهلاويه. انت شخصيه جميله كابتن بيبو، ولعيب كنت كبير جدا، وكمان واضح انك اداري مميز جدا، وانت كمان عضو لجنه التخطيط بالنادي الاهلي، واضح كده يا كابتن خالد انكم هتكسبوا الرهان كلجنة تخطيط، خصوصا في ظل ما شاء الله لا قوة الا بالله الاداء المميز جدا لمستر رينيه فايلر ولاعيبه النادي الاهلي على مدار الست مباريات السابقه. اتمنى التوفيق طبعا للنادي الاهلي من خلال طبعا كل الالعاب واهتمام مجلس الاداره السنه دي، حاجتين صعبين جدا ان انت تشتغل عليهم في وقت واحد، المنظومه الانشائيه ويمكن انا شاهد عليها بشوف الدنيا ماشيه ازاي جوه النادي، وان انت كمان تطور كل الفرق الرياضيه جوه النادي، والحمد لله عشان نيات كويسه وسليمه ربنا بيكرمك وده متابع احنا الحمد لله على مستوى الوسط الرياضي الدنيا ماشيه بشكل كويس من الفريق الاول، وفتره انتعاشه للفريق الاول وكلنا سعداء باداء النادي والفرقه وسعداء باداء طبعا المدير الفني وربنا يكرمه ويوفقه، وكمان على مستوى الانشاء جوه النادي شايف ان في ثوره انشاء جوه النادي، فموضوع ضغط كبير جدا طبعا على مجلس الاداره وضغط كبير جدا على كل الناس اللي بتشتغل جوه النادي ان احنا نعمل حاجه كويسه، الجمهور واعضاء النادي الاهلي يستحقوا يعني احسن حاجه، ان انا كمان بتكلم على لو مستوى الاكاديميات. ما ده اللي كنت عايز اسال حضرتك فيه، يعني طمنا على الاكاديميات برضو، وهل الاهداف من هذه الاكاديميات بتتحقق خلال هذه الفتره يا كابتن خالد؟ الحمد لله كمان انا بقول لك في كمان الملعب بتاع مدينه مصر تقريبا اتغير ودخل في موضوع الانشاءات السنه دي، وطورنا المبنى الاداري للاكاديميه اتعمل بشكل يليق بالنادي الاهلي، وطورنا كمان الملعب هناك في مدينه مصر لسه ما خلصش ان شاء الله هيخلص في الفتره القريبه القادمه، انا بقول لك يعني
ربنا يكون في عوننا يعني بس اداره النادي على الضغط اللي هم فيه يعني بصراحه يعني موضوع مش سهل ان انت تشتغل على كل المستويات وتشتغل على كل المستويات تبقى نمره واحد يعني الموضوع مش يعني ما فيش حاجه بتتعمل ان هي تتعمل وخلاص لا بتتعمل ان هي تبقى احسن حاجه واحدث حاجه فالواحد يعني الفتره الاخيره دي متالم انا الامور يعني الحمد لله في توفيق من عند ربنا وربنا مسهلها والدنيا ماشيه واحنا احنا لازم نعرف نشتغل ما بنعرفش نتكلم بالظبط كده الشغل عندنا اهم صح. من الكلام صح كده يا كابتن خالد كل سنه وانت طيب وانا بشكرك شكرا جزيلا وحابين ان احنا نقول لك كل سنه وانت طيب على الهوا ونورتنا من خلال هذه المداخله الهامه جدا كان معانا طبعا كابتن خالد بيبو نجم نجوم النادي الاهلي السابقين وعضو لجنه التخطيط للكره بالنادي الاهلي ومدير اكاديميات النادي الاهلي بنقول له كل سنه وهو طيب سريعا عايز قبل ما ادخل في الحلقه عايز اقول لحضراتكم نتائج المباريات في بطوله الدوري سموحه وانبي سموحه كسبت 2-1 دي ده الاسبوع الثالث وبدايته يعني مع بدايه هذا الاسبوع سموحه كسبت انبي 2-1 اسوان خسرت من الاهلي 5-1 طبعا زي ما كلنا عارفين والانتاج الحربي خسر من المقاولين 1-0 وادي دجله خسر من الاسماعيلي ايضا 1-0 المصري البورسعيدي خسر من الاتحاد السكندري 1-0 الجونه فازت على المقصه من لحظات المباراه دي انتهت 1-0 اخيرا الجونه بيحصد اول نقاطه في بطوله الدوري ولسه في مباريات اخرى حرس الحدود وطنطا طلع الجيش وبيراميدز والزمالك ونادي اف سي مصر الدوري الانجليزي نتائجه برده لان الدوري الانجليزي بيهم عدد كبير جدا من المصريين ساوثامبتون خسر النهارده انا بتكلم عن مباراه النهارده 4-1 من تشيلسي نتيجه كبيره ارسنال فاز بهدف ديفيد لويز 1-0 على بورنموث ومانشستر سيتي خسرت في مفاجاه كبيره جدا 2-0 من ويلفرهامبتون في ملعب مانشستر سيتي وبقى فرق النقاط مع ليفربول 8 نقاط عدد كبير جدا واعتقد كده طبعا لسه بدري على الدوري وكل حاجه لكن فرق كبير هتقول لي ما هو السنه اللي فاتت وصلوا 7 نقاط ومانشستر سيتي رجعت خدت الدوري المره دي هتبقى مختلفه اعتقد لان فرصه سانحه بكل قوه ليفربول ان هم ياخدوا بطوله الدوري بعد ايه 30 سنه ما خدوهاش يعني وخصوصا بعد الفوز امبارح اللي كان في اخر لحظه بهدف ميلنر ليفربول على ليستر سيتي كمان في مباراه اخيره ابتدت خلاص ما بين نيوكاسل ومانشستر يونايتد الدوري الاسباني ريال مايوركا كسب اسبانيول 2-0 سيلتا فيجو فاز 1-0 على اتلتيك بلباو بلد الوليد واتلتيكو مدريد والمباراه كانت بتتلعب لحد قبل ما ادخل الهواء مش عارف خلصت كام لكن كان 0-0 ريال سوسيداد وختافي هيتلعب النهارده وبرشلونه واشبيليه مباراه هتكون قويه جدا في الكامب نو النهارده ايضا الدوري الايطالي وابرز مبارياته اليوم فيورنتينا فازت على اودينيزي 1-0 اتلانتا كسبت ليتشي 3-1 بولونيا تعادلت مع لاتسيو 2-2 وروما اتعادلت مع كالياري 1-1 وتورينو ونابولي لسه هيلعبوا ومباراه الساعه 9 الا ربع دي مباراه للمشاهده اكيد مباراه انتر ميلان ويوفنتوس خصوصا في ظل تالق فريق انتر ميلان خلال الفتره اللي فاتت خصوصا مع كونتي المدير الفني الايطالي الشهير. ندخل بقى في حلقه النهارده نروح نشوف اهم العناوين اللي اتكتبت عن النادي الاهلي في الصحف النهارده يلا بينا. الاخبار الاهلي الممتع يفوز في كل الاجواء خماسيه في مرمى اسوان تحت الشمس الحارقه. الأهرام الأهلي يعزف السيمفونية الخامسة على الأرض الطيبة الأهلي الأحمر يكتسح أسوان بسهولة وإبداع العقل السويسري لا يتوقف الأهرام المسائي فرقة فايلر للفنون الجميلة الأهلي يهزم أسوان 5-1 مع الرأفة أفشة ورمضان يتألقان الكرة الهجومية شعار الشياطين وهجوم الصعيدة بلا أنياب الأخبار المسائي مواصلة الإمتاع الأهلي يكتسح أسوان بخماسية وبايلر يحقق العلامة الكاملة الجمهورية واصل تربعه على القمة بعد فوزه بخماسية على أسوان الأهلي نار مع بايلر الجبار المسا الأهلي في الصعيد جامد وحديد اكتسح أسوان بخماسية وأجاد اللعب من أول لمسة روزل يوسف ثلاث رسائل من فايلر لإيقاظ المارد الأحمر الشروق حسام عاشور يدرس الاعتزال نهاية الموسم
الدستور، الأهلي يؤجل التصعيد ضد الأبيض انتظارا لمعرفة مصير الشكاوي. الخطيب لفايلر، تقييمك مرهون بالفوز في القمة الممتدة. ماشي. حاجة غريبة بصراحة. هنعلق على أبرز الأخبار دي، طبعاً معظمها بيتكلم وبيشيد بمستر فايلر وبيشيد بأداء لاعبي النادي الأهلي في مباراة أسوان والاستمرارية في الانتصارات وفي الإمتاع بالنسبة للاعبي النادي الأهلي ومديرهم الفني لدى الجماهير. فبالتالي أنا هاخد بعض العناوين بقى المثيرة شوية نحاول نعلق عليها مع بعض. فعشان كده هبتدي بالشروق. الشروق قالت إيه؟ حسام عاشور يدرس الاعتزال نهاية الموسم. حتى الآن الخبر ده غير حقيقي بالمرة. على فكرة حسام عاشور عنده أهداف وطموحات عايز يحققها. هتقول لي إيه ده أهداف طموحات؟ إيه ده الراجل حقق كل حاجة ما شاء الله يعني. لا، هو بينافس بشكل قوي جدا على أكتر لعيب في العالم خد بطولات. أعتقد هو دلوقتي إيه 36 بطولة حسام عاشور. داني ألفيز أكيد هو اللي سابق بحوالي 39 بطولة على ما أتذكر، لو العدد يعني زي ما بقوله صح. فهو عنده طموحات، عايز يزود عدد ألقابه عشان يبقى مصنف هو رقم واحد على العالم في حصد الألقاب. فلسه شوي يعني. هتقول لي الموسم ده هو ممكن ياخد الألقاب دي ويبقى هو الأول؟ لا لسه ما اعتقدش يعني. إن شاء الله خدنا بإذن الله الدوري أبطال أفريقيا، الكاس، عندك السوبر الأفريقي وسوبر المحلي، هيكون بينافس شوي. لكن في المقابل ألفيش بيكسب كل البطولات في أي حتة. لكن الموضوع لسه سابق لأوانه. حسام عاشور مكمل مع النادي الأهلي وقيمة مهمة جدا جدا. بالمناسبة هو من ضمن أهدافه كمان إن هو يلعب كأس العالم للأندية مع النادي الأهلي تاني، أو مش تاني بقى، هو لعب خمس مرات هيلعب مرة السادسة. فلسه شوية حسام عاشور لعيب قيمة كبيرة ولاعب مميز جدا وخبراته مهمة قوي قوي مع اللاعبين الموجودين حاليا. ده هو وكل اللعيبة الكبار يعني، حسام عاشور، شريف إكرامي، أحمد فتحي، وليد سليمان، طبعا عدد كبير جدا من اللاعبين المميزين وأصحاب الخبرات في النادي الأهلي، فلا غنى عنهم بكل تأكيد. والموضوع مش صحيح طبعا حتى الآن يعني. نروح بقى للدستور بقى عشان الخبر ده ايه مهم قوي. الاهلي يؤجل التصعيد ضد الابيض انتظارا لمعرفه مصير الشكاوي. احنا عارفين طرق الاهلي دايما بتبقى قانونيه، فمش هستفيض في الموضوع ده خلاص. احنا في انتظار الردود اللي ممكن توصل للنادي الاهلي بعد كم الهائل من الخطابات اللي راحت لعدد كبير جدا من جهات الدوله. لكن الاهم بالنسبه لي في الخبر ده ان الخطيب اتكلم مع فايلر وقال له تقييمك مرهون بالفوز في القمه المقبله. يا راجل يعني بعد الاداء اللي يعني طبعا مش بقول كده يعني والله بجد حاجه يعني، بعد كل الفتره اللي فاتت دي ست ماتشات اللي الاهلي كسب فيهم تمام، وجاي اقول لك دلوقتي ان احنا مستنيين الفوز على الزمالك. ان الكابتن محمود الخطيب، تخيل معايا بقى عزيزي المشاهد، نتخيل مع بعض ان الكابتن محمود الخطيب قابل فايلر وقال له خلي بالك خلي بالك، انت لو ما كسبتش ماتش الزمالك كده تقييمك هيبقى سلبي بالنسبه لنا. يعني انت لما تيجي تجتهد حتى حاول تجتهد بمنطقيه يعني. مع احترامي الشديد للصحفي اللي كتب الخبر ده، الدستور واخده اتجاه وبقى لنا كام يوم مع حضراتكم كده ومتابعين مع بعض تمام. اخبار كلها ضد النادي الاهلي، اخبار كلها غريبه شويه، ما تعرفش الهدف منها ايه. فالصديق العزيز او الزميل او الصحفي اللي كتب الخبر ده مش عارف الرساله اللي عايز يوصلها ايه بالتحديد. لكن مفيش الكلام ده في النادي الاهلي، مفيش اجتماعات حصلت اصلا من الكابتن محمود الخطيب وفايلر. لو الكابتن محمود الخطيب بيروح مثلا التمرين يعزل اللاعبين، حتى لما بيقف معاهم بيقف معاهم في ارض الملعب كمجموعه بيتكلم معاهم، او حتى لو في الغرف المغلقه، لكن ما اتكلمش مع مستر فايلر على انفراد. وحتى لو اتكلم معاه مش منطقي خالص يقول له خلي بالك لو خسرت ماتش الزمالك كده التقييم مش عندنا. الكلام ده مش الاهلي، الكلام ده مش الاهلي، واكيد حضراتكم عارفين الكلام ده كويس جدا. فربنا يهدي الجميع بصراحه. ماشي، دي كانت اخبار الاهلي في الصحف. اخبار الاهلي في المواقع ايه؟ نشوف. الموقع الرسمي للنادي الاهلي، الاهلي واصل تدريباته اليوم بدون راحه. الشروق، جلسه بالاهلي لوضع خطه العمل خلال فتره التوقف الدولي. 1-3، أشعة الرنين تحدد إصابة عمرو السولية ومد بغياب. في الجول، عبد الحفيظ، كسرة الدوليين ميزة للأهلي والدليل أجاي.
الوطن سبورت، سيد عبد الحفيظ شرط واحد لمشاركة صالح جمعة مع الأهلي. سوبر كورة، الخطيب يكلف عبد الحفيظ بملف تعديل وتجديد عقود اللاعبين. طيب اخبار كتيره كمان في المواقع بتتكلم عن النادي الاهلي. خلينا نبتدي بالشروق، موقع الشروق قال ايه؟ قال جلسه بالاهلي لوضع خطه العمل خلال فتره التوقف الدولي، واحنا عارفين فتره التوقف دي هيبقى اكيد فيها برنامج خاص لتدريب اللاعبين وشكل معين وفكر معين لاعداد اللاعبين للفتره المقبله، وخاصه او اللي هتبتدي بمباراه الزمالك، هذه مباراه الهامه جدا، فبالتالي وارد قوي قوي حسب ما يتفقوا يعني او حسب ما يستقروا الاصلح ايه بالنسبه للفريق، ان ممكن يكون في مباراه وديه للنادي الاهلي. لسه ما تمش الاعلان عن الموضوع ده خالص من قبل النادي، فاحنا بنقول من ضمن الافكار اللي ممكن تكون مطروحه طبعا بشكل طبيعي عشان مستر فايلر يتفرج بشكل اكبر على اللعيبه اللي ممكن ما لعبتش، رغم ان كله في الحقيقه لاعب يعني. كان ناقص ايه؟ صلاح جمعه، حسين السيد ما لعبش والمصابين، ممكن عايز تلعب محمد محمود، تلعب سعد سريج، تشوفهم طبعا لاعبين كبار ومهمين جدا، حراس المرمى اكرامي وعلي لطفي، فبالتالي مباراه الوديه ممكن تكون مهمه جدا لو استقر النادي الاهلي على لعب مباراه خلال الفتره الحاليه. نروح لخبر اخر، والخبر ده مهم قوي بالنسبه لنا في الحقيقه. عمرو السوليه من 1-3، اشعه الرنين المغناطيسي هتحدد اصابه عمرو السوليه ومده الغياب. امبارح هو اتصاب، جاله جزع في الكاحل، كان تدخل قوي والغريبه ان الحكم ما حسبهاش، ودي نقطه مهمه بالمناسبه يعني. دايما عندنا حكام في مصر يقول لك ايه، ما النتيجه اصلا 4 فخلاص الفاول ده ما جاتش على الفاول ده مش مهم احسبه. لا يا جماعه، لازم نغير الثقافه دي. لو فريق كسب 10 ايا كان مين الفريق ده، لو كسب 10 وليه ضربه جزاء ادهاله، ليه فاول ادهوله، ما بلاش الفكر القديم بتاعنا ده. طبعا الحكم عمل مباراه كبيره، محمد الحنفي هو حكم مميز وكل حاجه، طبيعي ان بيبقى ليه اخطاء يعني قبل كده في مباريات كتير، لكن في نفس الوقت نفسنا نتخلص من الموضوع ده، ان عشان الفريق ده كسبان نتيجه كبيره فمش لازم يديله فاول بتاعه، مش لازم يديله ضربه الجزاء بتاعته والكلام من ده. لكن المهم ان عمرو السوليه ان شاء الله يعود قريبا، والاشعه هي اللي هتحدد، لسه الاشعه المفروض النهارده كانت تتعمل فاعتقد، وهيتم معرفه مصير عمرو السوليه خلال الفتره اللي جايه، هل هيقدر يلحق مباراه الزمالك؟ نتمنى، لان لعيب مهم ومؤثر جدا، ولا مش هيلحق بهذه المباراه. فاعتقادي باذن الله ان هو هيلحق باذن الله. نروح اللي في الجول، وكابتن سيد عبد الحفيظ تصريح ليه بيقول كثره الدوليين ميزه للاهلي، والدليل اجاي بيقول ان الدوليين لما يكون في عدد كبير جدا من لعيبه النادي الاهلي ده شيء بيبقى جيد. بالمناسبه احنا عندنا ايه 14 لعيب، يعني عندنا بخلاف لاعبي المنتخب الاولمبي والمنتخب الاول، عندك مين؟ عندك علي معلول في منتخب تونس، وجيرالدو في منتخب انجولا، واليو ديانج في منتخب مالي الاولمبي. فكابتن سيد عبد الحفيظ بيقول ان ده عدد كبير وعدد مميز، ودي ميزه تبقى للنادي الاهلي، والدليل ان لما بيكون في عدد كبير جدا من اللاعبين نقدر، اللاعبين الدوليين يعني مع منتخباتهم، نقدر ان احنا نستكشف او نشوف لاعبين بقدرات مميزه تقدر تفيد النادي الاهلي. وابرز دليل على كده اجاييه، هو قال على حتى صحافه كابتن سيد عبد الحفيظ يعني ان اجاييه اول مباراه مستر فايلر اللي امام كانو سبورت هناك في غينيا الاستوائيه كان بره القائمه اصلا، لكن بعد كده دخل وكان مؤثر بشكل كبير جدا في وقت الزمالك، وساهم بشكل اساسي طبعا في فوز بالسوبر يعني، فدي ميزه مش عيب للنادي الاهلي. نروح للوطن سبورت، تصريح اخر لكابتن سيد عبد الحفيظ بيقول شرط واحد لمشاركه صالح جمعه مع الاهلي. الشرط هو ايه؟ ان هو يبقى جاهز فنيا، هو شرط يعني مش مفاجاه يعني. اي لعيب مش صالح جمعه بس، اي لعيب هيبقى جاهز فنيا وبدنيا مستر فايلر مش هيتاخر عن اشراكه يعني. الدليل على كده ان مستر فايلر اشرك كل اللاعبين في المباريات اللي فاتت بخلاف المصابين. فيعني دي فرصه عند اي لعيب انك تحاول تثبت امكانياتك وجدارتك بارتداء الفانيلا الحمراء يعني. فبالتالي الشرط موضوع صالح جمعه ده يبقى جاهز فنيا وبدنيا، واكيد ان شاء الله مستر فايلر هيديله الفرصه. وصالح جمعه لعيب مهم جدا، احنا دايما بنتمنى نشوفه في الملعب نظرا لامكانياته الرهيبه يعني، هو مش عارف يستغلها حتى الان. نروح لسوبر كوره، الخطيب يكلف عبد الحفيظ بملف تعديل وتجديد عقود اللاعبين.
والامور بتمشي في النادي الاهلي في اطارها الطبيعي بالمناسبه يعني، وباختيار التوقيت المناسب لفتح مختلف الملفات اللي زي مثلا ملف التجديد لبعض اللاعبين، ملف تعديل العقود وكلام من ده، اطار الطبيعي دايما هو اللي في النادي الاهلي، ما بيبقاش فيه ضغط كبيره بخصوص هذه الملفات اطلاقا، وكل واحد عارف مهامه ايه داخل القلعه الحمراء، وكله بيترتب على التوقيت المناسب للحديث في هذه الملفات. طيب دي كانت اخبار الاهلي في المواقع، لسه بقى في اخبار محليه وعالميه نروح نشوفها. يلا اليوم السابع، اتحاد الكره يضع شروطا لحضور كره كاس مصر غدا. الوطن سبورت، اتحاد الكره يستقر على توقف الدوري بسبب المنتخب الاولمبي. سوبر كورة، البدري يستقر على استاد القاهرة لاحتضان تدريبات المنتخب. الوطن سبورت، رباعي منتخب مصر الدولي في القاهرة اليوم. في الجول، مدرب المنتخب لفي الجول، اختيارات القائمة أساسها العدل ولا مشكلة مع صلاح. الشروق، 28 لاعبا في قائمة المنتخب الأولمبي استعدادا لودياتي جنوب أفريقيا. فيتو، شوقي غريب يدرس منافسي مصر في أمم أفريقيا بالفيديو. اليوم السابع، عدم المشاركة وراء استبعاد محمد محمود من المنتخب الأولمبي وفرصة في نوفمبر لضمه. موقع الكابتن، اتجاه لغلق استاد السلام قبل أمم أفريقيا تحت 23 عاما. الشروق، ارتفاع نسبي لتقييم صلاح بالصحف الإنجليزية لمباراة ليستر سيتي. 1-3 ديلي ستار كلوب في ورطة بعد إصابة صلاح. سبورت 360، كلوب لم يحتفل بفوز ليفربول القاتل بسبب صلاح. مبتدا، بلاغ للشرطه لحمايه تشودري بعد اصابه صلاح. يلا كوره، هازارد، اريد ان اسجل العديد من الاهداف مع ريال مدريد. كوره، كاسيميرو مهدد بالغياب عن الكلاسيكو. الأستاذ أسامة صقر رئيس القسم الرياضي بجريدة الجمهورية ضيفنا العزيز في حلقة اليوم. يا أستاذ أسامة أهلا بيك. أهلا بيك، أخبارك إيه؟ والله الحمد لله تمام. كويس تمام. عايزين نتكلم طبعا في عدد من المواضيع الهامة والأمور اللي بتهم كل جماهير الكرة المصرية، وبالتحديد فيما يتعلق بجمهور النادي الأهلي السعيد بأداء الفريق ونتائجه مع مستر فايلر وآخرهم مباراة الأمس 5-1. رأيك إيه في الأهلي؟ في الاهلي ولا الجماهير؟ يعني في عادي، هو طيب اللي انت عايزه. لا انا عايز اتكلم الاول بالنسبه للجماهير. اتفضل. هي من حقنا تكون سعيده باداء فريقها بالشكل المحترم اللي احنا بنتفرج عليه. وخلي بالك لسه في احسن من كده، ما في احنا ما نقلش عن المستوى اللي احنا قدمناه في ثلاث مباريات في الدوري ومباراه السوبر والمباراتين الافريقيتين. لا الاهلي فيه حاجه كويسه، المارد صحي جوه اللعيبه، لان هم نفس اللعيبه اللي كانوا مع لسارتي، هم نفس اللعيبه اللي مع فايلر. ولكن في شكل هنا بتتضح الرؤيه خلال مدير فني. احنا كده بنتكلم على الاهلي مش على الجمهور. ما هو برضه الجمهور، ما احنا انا بتكلم يعني انا كواحد من الجماهير برضه في نفس الوقت. ان احنا بنقول ان المارد اللي صحي جوه اللعيبه دي كان في عصايه سحريه للراجل اللي انا بعتبره استكمالا لجهود وخبرات وشكل مانويل جوزيه. انا بعتبر فايلر بنفسي. ليه بتعتبره كده؟ ليه؟ يعني ممكن البعض يقول لك ايه، ما خليك منطقي شويه يا استاذ اسامه، احنا لسه بدري والتقييم. ما هو لسه. طب انا لسه بدري، انا عايز حضرتك بقى اللي ترد تقول. طب ما لا، ما هو لسه بدري. ولسه قدامنا وقت، ولسه قدامنا مباريات صعبه، وقدامنا مباريات قويه. ولكن هي البشاير بتقول ايه والدلائل بتقول ايه؟ تقول ان الاهلي فيه شكل كويس جدا بيقنع جماهيره، لان انت بتتكلم على ماتش اسوان وبتقول الاهلي كسب 5-1. لا تعالى اتكلم ما بعد المباراه، ايه اللي حصل في اسوان؟ الجماهير الاهلاويه عملت ايه؟ الناس كانت سعيده بالغه جدا ان النادي الاهلي موجود عندهم
في أسوان. طبعا نرجع لسيبنا من الجماهير وفرحتها ان احنا برضو بنقول لها تمهلوا شويه برضو عشان نساعد الراجل على ان شاء الله بإذن. ان نشوف الاهلي احسن من كده كمان، لان انت في لعيبه كمان احنا مستنيين نتفرج عليها. في لعيبه كتيره جدا يعني مستنيينها. زي مين؟ انا بالنسبه ليا إيلو ليانج اللي هو لاعب مالي ده انا عايز اتفرج عليه. عايز اتفرج على صلاح محسن. عايز اتفرج على لعيبه يعني مثلا عايز اتكلم صالح جمعه انه يرجع تاني. بس هم كلهم لعبوا ما عدا صالح. بس احنا منتظرين ان صالح يرجع بقى ويهدى شويه علينا ويهدى شويه على فرقته ونتفرج على حاجه كويسه. البشاير دي كلها يعني بتبين لك العلاقه ما بين الاهلي ولاعيبته مع بطوله الدوري خلال الاسابيع اللي جايه. احنا طبعا داخلين فتره توقف، انا اشوفها في مصلحه الاهلي اللي هي ان هو يعيد ترتيب البيت تاني. دي لقطات من عوده الفريق من اسوان يا استاذ. لا ما انت طبعا احنا اتفرجنا عليها في قناه الاهلي امبارح كمان وشفنا حاجات طبعا كانت الواحد بيبقى سعيد ان جماهير الاهلي في اسوان كتيره جدا، لان الاهلي في كل المدن وفي كل المحافظات المصريه له جماهير محترمه وبتحبه والاهلي بيحبهم طبعا. ولكن انا عايز اتكلم على شكل النادي الاهلي. الدليل على كده احنا بنتكلم انه منتخب مصر من 3 شهور فاتوا في بطوله كاس الامم الافريقيه كان في 4 لاعبين منهم 2 لاعبين كانوا بيلعبوا اساسيين والباقيين كانوا بره من الاربعه. النهارده بتتكلم على 7 لاعبين في المنتخب وفي 4 في قائمه الانتظار. كان 3 اساسيين مع منتخب مصر. ان اعتبرهم 3 يعني ما فرقتش في لاعب. الشناوي ايمن اشرف ومروان محسن وكان وليد سليمان هو الاحتياطي. وكان بيلعب وكان فترات بيلعب. انما انت النهارده بتتكلم عن 7 لاعبين وفي 4 في الانتظار كمان، ولان لو مروان محسن كان جاهز انا كنت بقول لك انه كان هيبقى راس الحربه بتاعه المنتخب كمان. انما الاصابه بعدته. عندنا في لعيب زي محمد محمود، ما انت عارف انه في المنتخب ولولا الاصابه. بتتكلم عن لعيبه موجوده في المنتخب الاولمبي، لان ما ينفعش منتخب مصر الاول يلعب بدون رمضان صبحي مثلا. فانت بتتكلم النهارده على عناصر كثيره جدا، يعني دي بتبين ان ارتفاع مستوى لاعبي الاهلي. الارتفاع دوت ما جاتش من اللعيبه نفسها، لا ده هي كان عندهم اراده وتم بلوره الفريق، اعادوا اخراج القوه يعني اللي جوه كل لاعب ان هو يثبت نفسه ويكون لاعب مميز ويستحق الانضمام لمنتخب مصر. فريق الاهلي انا شايف ان بيعيش طفره كويسه جدا، لابد انك تستثمرها، لابد انك تستغلها في البطوله المحليه وتستغلها ايضا في البطوله الافريقيه اللي الكل بينتظر عوده الاهلي لرياده الكره الافريقيه على مستوى الانديه ان شاء الله. وده الشيء الاهم والهدف الاسمى بكل تاكيد. ابرز ما يميز مستر فايلر في اداره المباريات وايضا ما يميز اللاعبين بالتحديد خلال الفتره الحاليه مع مستر فايلر ايه اهم حاجه؟ انا بس في نقطه عايز اقولها يا استاذ اسامه واللي لفت نظري امبارح، ان لما عمرو السولية اتصاب واحنا كسبين 4-1 مستر فايلر نزل مهاجم، يعني كان ممكن مثلا ينزل حسام عاشور اللاعب بيسد مكان في نفس يعني المركز كان بدل عمرو السولية بعد ما اتصاب كان ممكن ينزل حسام عاشور ويامن انت كسبان 4 خلاص يعني، لكن واضح ان فكره دايما على قدام حتى لو انت كسبان 4-5 نزل ازار. انا مش لعب 2 مهاجمين دوت بدليل ان الراجل شاف ان الجيم لصالحه. الحته الثانيه لا طب ما تيجي نتكلم بقى على المباراه من اولها. انت بتتفرجت على الاهلي بالجمل اللي بتتعمل انا الاول مره اشوفها. عشان اكون واضح احنا بقى لنا 2-3 ما عندناش رباعي الخطير اللي كان موجود لما كنا بنتكلم على رمضان، بنتكلم على اجاييه، بنتكلم على حمدي فتحي، بنتكلم على مجدي قفشه. الاربعه دول امبارح كنا بنسميهم رباعي الرعب. وانا حتى كاتب النهارده رغم اختلاف المراكز يعني ما عادش في حاجه اسمها مراكز. في حاجه اسمها خطه وفي تكتيك معين انت بتأدي بيه. اوكي بس ممكن حد يقول لك رباعي الرعب مثلا اللي هم اللي في الثلث الامامي يعني حسين الشحات، رمضان صبحي، قفشه وهل يعني هو هل يعني ما كانتش فيه معاونه من علي معلول مثلا الباك الشمال؟ اكيد اكيد احنا ما كانش فيه شغل. احنا بنحاول نسترجع مثلا عماد متعب وابو تريكه وبركات وفلافيو. انا بقول ده المستوى اللي كان ايام مانويل جوزيه لما كنت بتفاجئ بان في 5-6 مراكز هم اللي بيعملوا الشغل كله في المباراه. هو معنى ذلك انا هقف لما هشتغل على الاربعه هلعب بدون حارس مرمى؟ طب ما الشناوي امبارح لم يختبر الا في كورتين. كوره عدت
طلع كوره من تسديده احمد عبد الظاهر، والكره الثانيه اللي دخل الجون ديت كان الاهلي في غفله فيها بالزبط. وكان في تاثير درجه الحراره برضو لعبت دور كبير على الاهلي، لانه على فكره هي اضرت بفريق اسوان اكتر ما اضرت بفريق الاهلي، لان اللعيبه برضو مش متعوده على درجه العب ايه في درجه حراره 43 45. الاتحاد الدولي لو عرف الكلام ده يودينا في مشكله. ده احنا معروف ان فوق ال 42 و43 المباراه يا تتوقف يا اما درجه الحراره، وعندي اضواء كاشفه وعندي. المهم انا مش عايز ادخل في النقط ديت، انا عايز اتكلم على الروح اللي كان فيها النادي الاهلي، على التركيز، على الاداء، الناس بتنفذ تعليمات مدير فني كويس. ما فيش حد كان بيتفلسف امبارح، ما كانش فيه انانيه، ما كانش فيه لعب فردي، لا كان فيه مستوى. وانت امبارح بتحرز 5 اهداف ومضيع 10 اهداف كمان، حتى في فرص كانت اسهل من اللي جات وضاعت مننا بالظبط. بس انت امبارح انت قدامك فريق بيلعب على ملعبه اللي هو اسوان، انت قصرت الانياب بتاعته. هو ما كانش، واسوان لمده 70 دقيقه بالكامل في المباراه ما كانش موجود فريق اسوان. وبصراحه يعني انا برضو عشان الناس ما تزعلش مننا في اسوان، لا الفريق مش بالقوه اللي تقدر تدافع عن حظوظها انها تبقى في الدوري الممتاز. لا الفريق ضعيف، لا فريق ضعيف. ولكن في نفس الوقت انت ضعيف وبتلعب مع فرقه بتلعب بفكر وبتلعب بتكتيك معين وبتخطيط معين. لا الاهلي كان شكله في منتهى الابداع امبارح. في تطور بدني ملحوظ يا استاذ اسامه في الشوط الثاني بالتحديد، بدليل انت جايب 3-4 اهداف في الشوط، جايب 3 اهداف في الشوط الثاني في درجه حراره مرتفعه، فده عامل بدني واضح ان في تطور فيه وشغل عليه يعني. ما انت احنا بنتكلم على شواهد ودلائل. هو انا عندي لعيب جاله شد عضلي امبارح؟ لا ما شاء الله. عندي لعيب جاله كريمبات؟ عندي لعيب طلب التغيير بنفسه؟ لا ده كل ده، حتى اللي اصيب عمرو السوليه عايز يكمل المباراه وهو مصاب. ليه؟ لان في شغل. انت كده انت ريحت الفرقه امبارح، مش الكوره، الكوره هي اللي بتجري مش اللعيبه اللي بتجري. وده نوع برضه ده من الذكاء، لانك انت لو لعبت على الناحيه البدنيه من بدايه الشوط الاولاني في درجه الحراره ديت، لا ما تقدرش تكمل للشوط الثاني. انا بس يعيب الاهلي هي كانت 5 دقائق سرحان في الشوط الثاني على ما رجع ثاني الاهلي وجاب الهدف الخامس. وبعدين اهدافك كلها مش ضربة حظ، ملعوبة كلها. لا بصراحة كلها أهداف شكلها جميل جدا، في الراجل عامل حاجة معينة، في تمرير كرات بأشكال ونماذج مختلفة جدا. ما كناش بنشوف الكلام ده في الأهلي السنتين ثلاثة اللي فاتوا. دي حقيقة يعني، احنا الواحد يتكلم بصراحة. اه طبعا. لا اللعيبة خرجت طاقتها، في حاجة تانية فيها روح الفانيلا. في ناس تانية عندها إصرار، في ناس عندها وفاء لناديها، عارفة قيمة الشعار. أجمل ما في الموضوع إن الراجل لا يجامل وبيختار العناصر اللي هتساعده. لا يجامل في لا ما بيجاملش. والراجل ده أنا استحالة يكون الكلام اللي اتكلمنا عليه قبل ما يجي والاتهامات الخطيرة، لا ده الراجل اللي أنا شايف إنه لو استمر وإن الحظ والتوفيق وقف معاه، لا الراجل ده هيكون من العلامات ومن الرموز من المدربين اللي دربوا النادي الأهلي. والدليل لكن الفكر موجود. ما احنا بنتفرج على ايه؟ انا بتفرج على كره قدم بحق وحقيقي للاهلي. الاهلي النهارده الاشادات من كل محب فعلاً مختلف مع الاهلي، لا الراجل ده بوت فاهم بيعمل ايه. وبعدين بيخرج طاقه انا شايفها كانت تايهه جوه اجساد اللاعبين مع المدير اللي الفني اللي فات اللي هو لاسارتي. انا لاسارتي انا ما اقدرش اقول انه عنه انه مدير فني فاشل، ما اقدرش. لا مدير فني ناجح بدليل ان الاهلي جابه، ولكن الراجل ما قدرش يتعامل مع اللاعبين. هو الاهلي جاب كام صفقه السنه دي؟ ثلاثة. والثلاث صفقات دول انا ما بعتبرش انه عمل صفقات، يبقى ما هم نفس اللعيبه اللي اتعملوا في شهر يناير اللي فات. بالظبط. ولذلك انت اتفرج حسين الشحات اللي قعدوا البعض يتباكى و160 مليون ووصلوا له المليار. على فكره هو اقل من كده الدفع في يعني الدفع في حسين. انا ما بدخلش في مهاترات وفوضى الجماهير والمحبين والمخالفين. اللي عايز يتكلم يتكلم. 160 مليون ايه؟ وانا جايب رونالدو. لا انا بتكلم على ان اللاعب لعيب كبير قوي بصراحه.
حسين الشحات ولسه تتفرج. لسه هيبقى عنده احسن من كده. ده انت عارف العفريت بتاع الفانوس السحري مش هو بس، ومجدي قفشه وعندنا رمضان صبح اللي انا ما اعرفش ده رمضان صبح اللي يتفرج عليه في مباراه الانتاج الحربي، واللي يتفرج عليه في السموحه، واللي يتفرج عليه في اسوان، يقول لك نادي ايه الانجليزي اللي يسيبه ويعيره الاهلي تاني؟ ده الراجل بيكتشف نفسه. ومين اللي اكتشف في رمضان صبحي؟ ما هو مدرب اكتشف رمضان صبحي، ولكن مين اللي اهله؟ هو فايلر. مين اللي زود مستوى حسين فايلر. مين اللي خلى مجدي قفشه يظهر بالصوره الجميله دي؟ فايلر. مين اللي رجع اجايه وبقى هداف؟ هو فايلر. ولازم نعترف خط دفاع الاهلي ممكن يجي له حاله سرحان 5 دقائق، انما قبل كده كان بيجي له حاله سرحان لمده 60 دقيقه او 70 دقيقه. لا، هو الراجل اعاد ترتيب وتشكيل، وراجل بيتدخل في كل كبيره وصغيره، يؤكد ان الراجل دون جاي ومعاه فكر وبيطبقه مع النادي الاهلي، وبصراحه امكانيات الاهلي تسمح له بالنجاح في الفتره اللي جايه. نتمنى له يا رب كل التوفيق خلال الفتره اللي جايه باذن الله. واحنا في فتره توقف دلوقتي، شايف ان الفتره دي في صالح الاهلي ولا ضد الاهلي؟ لا، فتره التوقف دي في صالح الاهلي. في صالح الاهلي ليه بقى؟ ما هنيجي نتكلم. انا عندي 7 في منتخب اولمبي وعندي 7 في منتخب اول. يعني اللعيبه مش هتريح. عندك 4 في منتخب اولمبي. انا بعتبر ما هو في لعيبه انت بقى معاره للجونه، وفي لعيبه معاره لسموحه. احنا بنتكلم على قوه الاهلي. ما هم دول لعيبتك، دول راجعين. اوعى حد يفتكر ان الاهلي هيسيب احمد حمدي ولا احمد ياسر ريان ولا هيسيب حمدي اصلا تم بيعه نهائي. مش مشكله للجونه، ولكن انت لما تحتاجه لا، انت بايعه نهائي، بس لما يجي يتباع هيرجع للنادي الاهلي. عشان نكون واضحين، فرقه الجونه ده الرديف بتاع النادي الاهلي. لا مش عايز، انا مش متفق مع حضرتك في الجزئيه دي بصراحه. يعني انا بقول وجهه نظري. وجهه نظر حضرتك لكن لازم نقول للجمهور، يعني هو مش رديفنا. نادي الجونه نادي وليه كيانه ونادي ماشي. انا ما عنديش مشكله، امكانيات هائله في الحقيقه. انا ما عنديش مشكله، بس دي لعيبتي. يعني لكن هو مش رديف النادي الاهلي اطلاقا. يعني هو ايه كلمه رديف؟ عيب؟ مش عيب، بس برضه لازم نحترم نادي الجونه. الموضوع مالوش علاقه نحترمه في ايه. يعني هو احنا اخطانا نقول ان لعيبه الاهلي اللي موجودين في الجونه انك مش من حقك ترجع؟ يعني لعيبه الاهلي الموجودين في الجونه دول رديف؟ لاعبين غير مميزين؟ لا، هو الرديف. طيب، لا الرديف ده الرديف يعني ايه؟ يعني ده البديل. أوكي. الرديف في اي نادي في العالم، يعني ريال مدريد بتلاقي عنده فرقه اولى وعنده رديف، برشلونه وهكذا. لما بكون محتاج اللعيب لا تعالى، واللعيبه دي مع الوقت. انت بتتكلم على لعيبه من امهر اللاعبين اللي موجودين في الكره المصريه. والدليل مش موجودين في المنتخب الاولمبي. ده المنتخب الاولمبي انا بعتبره القوام الاساسي للكره المصريه، منتخب اول وانديه. فعلا منتخب معانا عناصر كويسه جدا فيه. انما هم دلوقتي، هل احمد ياسر ريان لما خدوه المنتخب الاولمبي مش متاخد من الجونه؟ انما هو حق لمين في الاخر؟ طبعا يعني اللعيب بتاعي. اكيد. على العموم احنا ما بنختلفش، انا بقول ان الاهلي عنده مجموعه من اللاعبين، ده الدليل على اختياراتهم. فهيبقوا مكسب ان هم بيلعبوا مباريات افريقيه، هيعملوا احتكاك قوي، لعيبه المنتخب الاولمبي هتلعب تصفيات افريقيه قويه وشرسه للغايه، واللعيبه اللي في المنتخب الاول هيلعبوا مباراه بتسوانا وبعدين يروحوا كينيا، وبعدين نبتدي ندخل في معمعه المباريات والبطولات اللي جايه. فالتوقف دوت مش هيفيد، لا هيفيدني. حيفيد. ان عندي مجموعه لاعبين ما بتلعبش، هنستفيد منهم في المباريات الوديه اللي انا هلعبها، واعيد اكتشاف اللعيبه دي تاني. انتوا في عدم وجود العناصر والقوام الاساسي، علما بقى ان انا عندي بقى حاجه حلوه في التوقف ده. عندي لعيبه راجعه من اصابات. اهم 2 طبعا كريم نيدفيد، وعندي محمد محمود. لا، وسعد سمير كمان. يا رب. لا، ده انا بكلمك بقولك اهم 2 اللي دول المنتخب الاولمبي بيشاور نفسه لحد الان هناخدهم ولا لسه برضه. وعندي سعد سمير. وعندي يعني محمد. انا بعتبرهم اهم 3، مش اهم 2 برضه يا استاذ. لا، وفي غير يعني سعد سمير لعيب مهم جدا جدا وخبرات مميزه في الفريق. لا، ما انت في حاجه، في عندي اللعيب كمان المدافع بتاعي متولي. المتولي كمان. يبقى دي 4 لعيبه مش 3. يعني انت في الفتره دي اللعيبه دي باذن الله ترجع. ومروان محسن انا بتكلم في 5. والله اعلم في حد تاني ولا لا، بس انا بتكلم عليه هقدر استفيد منهم ان انا اكتشف لعيبتي دي تاني، واطمن عليهم من الاصابات، واطمن عليهم ان هم راجعين لمستواهم. فاذا لا، ده هي فرصه كويسه. التوقف هيفيدني اكتر ما هيضرني.
ده اكيد شيء مهم. البعض بيتكلم على ثبات التشكيل وان لسه مستر فايلر ما استقرش على التشكيل النهائي بالنسبه للنادي الاهلي، رغم ان في ملامح خلاص ابتدت تبان من خلال اخر مباراتين بالتحديد، لكن دايما بيبقى في تدوير وتغيير في عناصر فريق النادي الاهلي مع كل مباراه. شايف الجزئية دي ازاي وكيفية التعامل معها من قبل المدير الفني؟ أولا أنا عشان أتكلم على ثبات التشكيل أنا بتكلم إن في 9 لعيبة أساسية بيلعبوا، ممكن أغير في مركزي وده اللي بيعمله الراجل دلوقتي، ده اللي ابتدى يستقر عليه بداية من مباراة الإنتاج أعتقد. برافو عليك. يعني معنى ذلك إن أنا بتكلم إن الراجل له هدف وبيحققه دلوقتي، إنما أنا مش بلعب مباراة ب 11 لعيب وأغير 6 أو 5، لا الراجل ثبت وعارف هو بيعمل إيه وعارف إمكانيات لاعيبته والتصاعد البياني بالنسبة لمستوى كل لاعب وعارف بيعمل ايه فيه دلوقتي. انما النهاردة هو بيدي فرصة للعيب اللي بيتخلف عن الخط، عيد ترتيب حساباتك تاني، حاول توصل بالمستوى، ومش هيلعب الا الاحسن والاقدر على ارتداء التيشيرت الاحمر اللي هو بيمثل النادي الاهلي. لا يعني انا ما عنديش خلاف جدا، الراجل هو فاهم بيعمل ايه، الراجل عارف خططه ايه، عارف اشتراك أسامة صقر اللي هو أنا هيلعب إمتى. بدليل هو وليد سليمان مش بيلعب المباراة وبياخد التلت ساعة أو ربع ساعة أو نص ساعة الأخيرة وانت لما تفاجأ أنه يلعب من بداية المباراة اللي بعديها هتيجي تقول لي اختلاف؟ طب ما الراجل بيلعب، الراجل ما عارف مين اللي بيلعب وعارف مين ده، المباراة دي بتاعت مين والمباراة دي مين اللي هيمثله فيها. أجاييه هل يمكن الاستغناء عنه النهاردة؟ ده طبعا مستحيل. طب انت أجاييه ما لعبش في آخر 3 شهور، ما لعبش بساعة زمن كلها على بعضيها. أجاييه قدام المرمى ورجع لمكانه. وليد أزارو هو الراجل مش عايز يلعب بيه؟ بس عايز يستعيد. وماتش امبارح حصلت منه مره. انا الراجل يعني انا شايفه انه بيتعامل بفكر عنده قدرات تدريبيه اوروبيه رائعه وشايف اجواء هتساعده على النجاح باذن الله. هو الواضح ان الراجل عنده سمات شخصيه مميزه وكمان بيعرف يتعامل مع اللاعبين نفسيا بشكل رائع في الحقيقه، يعني وده اللي جاي فعلا. نتمنى له يا رب التوفيق الدائم مع النادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه. بالتالي المباراه المقبله لسه بدري عليها شويه، لكن هي مباراه مهمه قوي، مباراه نادي الزمالك. بتشوف المباراه دي ازاي؟ والله انا عشان اتكلم في التوقيت الحالي عن مباراه قمه ما بين الاهلي والزمالك، لا انا هشوف المباراه ديت بعد اداء مباراه مصر مع بوتسوانا. اشمعنى؟ ايوه، لان ديت اللي هتكشف اهم وابرز المستويات للاعيبه الاهلي والزمالك في المنتخب. وبناء عليه ومباراه المنتخب مع جنوب افريقيا مباراتين للمنتخب الاولمبي. لان ديت هي اللي هتبين المستويات والقدرات. لان بالتاكيد في علاقات دلوقتي يعني انا شايف ان في اتصالات ما بين مدير الفني المنتخب الاولمبي مدير المنتخب الاول مع المدربين في الانديه المختلفه. لان انا شايف هو ارتفاع مستوى رمضان صبحي كان سببه ايه؟ سببه ان الكابتن شوقي غريب ممكن كان في اتصال ما بينه وبين فايلر وقال له ايه هي الحاجات اللي بترفع مستوى رمضان صبحي ايه؟ يمكن الراجل اقتنع بوجهه النظر واشتغل عليها. فالمستوى دي معلومه يعني ولا لا انا متاكد لا ده انا متاكد منها ان كان في تواصل ما بين مستر فايلر وكابتن شوقي غريب بخصوص رمضان، يعني مش بخصوص رمضان، بخصوص كل لعيبه الاهلي اللي في المنتخب اللي هو شكل التنسيق التنسيق يعني ما بين ده. لكن مش كابتن شوقي غريب ما قالوش على طرق معينه للتعامل مع رمضان؟ انت بتحاول تدخلني في امور انا ما قلتهاش. انا بعد مش هوضح كلام حضرتك. يعني هل معنى هو ارتفاع مستوى رمضان صبحي بعد بعد كلام شوقي غريب مع فايلر؟ انا فهمت كلام حضرتك كده. انت فهمتها كده؟ لا لا لا، ممكن مش انا بس اللي افهم كده، الناس تفهم كده فنوضح. بس دي القدرات اللي احنا بنتكلم عليها على المدير الفني الفاهم اللي بيعرف يدرس خطه فرقته، بيعرف يواجه الناس ازاي. على فكره انت بتلعب سموحه من 3 سنين 4 سنين ما كنتش تضمن انك تكسب سموحه، بالعكس ممكن تكسب ماتش وتخسر ماتش معاه، انما انت بقوه الراجل دوت كسب سموحه. الانتاج ده كان دايما يقف ضدنا ولما كناش بنعمل نتائج ومباراته صعبه. اسوان دي برضو كانت بتعمل معانا ماتشات في القاره احسن ما كانت بتعملها في اسوان. لا الراجل عنده فكر. ف
بس عشان القدرات الذهنية اللي عنده والفكر والمخ والناس دي بتفكر بتبقى عارفة يعني أنا إزاي أعرف خصمي، إزاي أعرف لاعبتي، إن أنا دايما أسأل وأقول إيه اللي يميز رمضان صبحي، إيه اللي يميز وليد سليمان، إيه اللي يميز أجاي. طب ما أجاي أهو أنت بتتفرج عليه، ولا أجاي إيه اللي إحنا كنا بنطالب إنه يمشي، وادي وليد أزارو هيرجع ويبقى أحسن من الأول إن شاء الله، واللي كنا بنطالب إنه يمشي. لا أنا اللي بقصده إن الأهلي أنا شايف إن في تطور فكري، في شكل خططي، في مستوى، في شكل بنتفرج عليه جوه الملعب احنا بقالنا فتره كبيره ما اتفرجناش عليها. فبالتالي الحديث عن مباراه الزمالك لسه شويه بعد ماتش. لا انا ما اتكلمش، بص لو انا اهتميت بمباراه الزمالك من دلوقتي مش هستفيد. انا دايما اهتم بايه؟ اهتم بقى بنفسي انا الاول. اشوف انا لاعبتي هحضر مين، هعمل ايه، خططي هعملها ازاي، ومباراه الزمالك دي اصلا مباراه استراتيجيه عامه يعني. برافو عليك. انا ده اللي انا عايز اقصده. كويس. ليه؟ لانك انت هي مباراه الاهلي والزمالك مضمونه؟ لا مباراه صعبه طبعا. استحاله. مباراه صعبه اكيد، وفريق الزمالك انا شايفه فريق يمتلك من القدرات ومن اللاعبين برضو ما يميزه. انا عشان افوز على الزمالك، طب ما انا كسبت الزمالك في الدوري وكسبته في السوبر، مع ان مباراه السوبر كانت كل التوقعات رايحه لنادي الزمالك. الزمالك يكسب احسن فنيا فعلا، ولكن انت فوجئت بمستوى وفوجئت بامكانيات الاهلي يوميها في 70 دقيقة خلص المباراة. وانا بقى مش مع اللي جه قال لك ده احنا الاهلي في 70 دقيقة جاب 3 تجوان والزمالك في 20 دقيقة جاب جونين. طب يعني ايه؟ انا مش فاهمها. لا المباراة دي بتبقى مختلفة. المباراة دي بتعتمد على اقدام 22، انا يعني 22 قدم هم اللي بيحددوا نتيجة المباراة دي. اللي بينفذ التعليمات واللي بيقدم الاداء واللي بيقدم كرة قدم تستحق الفوز هو اللي هيكسب. ومباراة القمة لا تعنيني في شيء إلا هي مباراة ديربي الكرة المصرية بالظبط، إنما نتيجتها لو الفرقتين اتعادلوا لا هتفيد الأهلي ولا هتفيد الزمالك. ولو فاز الأهلي أو فاز الزمالك برضه مشوار الدوري مازال طويل. بس خليني اقول لحضرتك ان مباريات الاهلي والزمالك بتفرق معنويا، يعني في حاله الفوز انت معنويا تبقى افضل بكتير من الزمالك اللي هيتاثر معنويا في حاله الهزيمه، فبالتالي ممكن ياثر عليه. بالعكس صحيح، بالعكس صحيح، ممكن ياثر على فرقه. ومين ومين اللي هيوصلني لهذا الامر؟ الا لو انا دخلت مباراه الزمالك وانا مش مستعد كويس لها، او دخل الزمالك ومش مستعد كويس. هنا انا بشوف ان العامل النفسي وتهيئه الاجواء للمباراه اهم بكتير من الحديث في المباراه. وانت يعني انا عايز اقول مثلا هو الاهلي بامكانياته وقدراته ومجموعه لاعبيه الحاليه ما يخسرش ولا مباراه. طب لا قدر الله وخسر مباراه هقلب الدنيا على الراجل؟ لا طبعا، دي مش سياسه الاهلي وجمهوره. عارف برافو عليك. برافو عليك. ومجلس اداره الاهلي انت عارف انه كويس جدا. انا يعني عاجبني بمنتهى الامانه مجلس اداره الواحد بيتشرف انه ينتمي للنادي الاهلي بسبب أكيد. المجلس ده مفيش كلام، مش بنقعد نتكلم ونعمل تصاريح واللي واللي لا. وحتى فريق الكره لو خسر مفيش الانفعال ولا انفلات الاعصاب. لا مشوار لسه طويل، وشايف ان الاهلي ماشي باداء كويس. اللي شايفه اكتر انه هيستعد لمباراه القمه، لان مباراه القمه امتى؟ يوم 19 اكتوبر. يعني بعد اللعيبه ما ترجع من المنتخب امتى؟ باربع ايام. ايه اللي مطلوب مني انا بقى دلوقتي؟ طب لعيبة صفوا مباراة بتسوان هنا او هنا؟ لا قدر الله. لا قدر الله. هحمل المسؤولية لمين؟ لاتحاد الكورة والمدير الفني للمنتخب؟ لا لا ولا حمل. ولا انا اكون مجهز مجموعة اللعيبة بتاعتي ومستعد نفسيا للمباراة؟ مباراة القمة خطأ لأي جهاز فني في الفريقين انه يتكلم فيها من دلوقتي. يا اما احنا بنسيب الامور بقى عشان مواقع التواصل الاجتماعي والتحفيل وكل بيتدخل وكل بقى مدير فني وعارف بيعمل ايه والاهلي هيكسب كام والزمالك هيكسب كام. الاجهزه الفنيه عارفه ازاي بتتعامل مع المباريات دي بتحديد الجهاز الفني للنادي الاهلي والتوقيت المناسب. برافو عليك. اهو احنا بنرجع الاستعداد لهذه المباراه، لكن دايما الجمهور والاعلام بيبقى مهتم بالمباريات دي ومترقبها بشكل كبير حتى لو لسه ناقص اسبوعين. انا معاك، بس انا بتكلم هتفرق هنا مع المدير الفني الذكي الدارس الواعي. بالظبط. وانا شايف ان فايلر لا يمتلك كل هذه الشروط والمواصفات. ماشي، اكيد ان شاء الله الامور تسير بالشكل
منتظر دايما من جمهور النادي الاهلي، واعتقد ان الجمهور دلوقتي سعيد جدا يا استاذ اسامه بالاداء والنتائج. يعني دايما كنا بنكسب بس ما كناش بنبقى مقنعين بصراحه، دي حقيقه، لكن دلوقتي اداء والنتيجه ما شاء الله لا قوه الا بالله، وان شاء الله الاستمرار على كده يعني. يا لا ما ربنا يسترها وعين الحسود تبعد عن الاهلي الفتره دي ان شاء الله. عايز اروح اتكلم شويه عن منتخب مصر وكابتن حسام البدري والقائمه اللي تم اختيارها من قبل الجهاز الفني عفوا لمنتخب مصر. بتقيم القائمه دي ازاي، وهل العناصر دي تستحق التواجد، ولا شايف ان في بعض اللاعبين كان ممكن يكونوا موجودين كمان؟ احسن قائمه تم اختيارها لمنتخب مصر، اتفق معاك بصراحه بمنتهى الامانه، وقائمه محترمه وقائمه معتدله وفيها جزء كبير من العداله. يعني قول لي مين النهارده من اللاعبي منتخب مصر اللي ما انضموش وكانوا يستحقوا الانضمام؟ ما اعتقدش ان في حد نهائيا. بس انا كان نفسي محمد هاني يروح بصراحه، اتكلم بصراحه برضو. وجود احمد فتحي انا شايفه مهم جدا لمصر من حيث القوه الخبره وقياده المنتخب، لانه هيكون كابتن منتخب مصر. كابتن منتخب مصر لانه هو الاقدم في المنتخب طبعا. تواجد احمد فتحي وده عامل نفسي جداً كويس طبعاً. جدا. وهتكلم بصراحه، هو محمد هاني قليل؟ لا، محمد هاني هايل، ولكن احمد فتحي اقوى منه. بعيدا بقى عن الخبرات اكبر طبعا، احنا بنتكلم او واستفيد منه. الحته الثانيه محمد هاني لسه قدام المستقبل كبير جدا. وممكن هو الاختيارات اللي اختارهم الكابتن بدري نهائيه؟ لا 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 لسه، ما انا عندي دي مباراه وديه يعني. احنا شايفين لا، لانه لسه عنده 7-8 لعيبه تحت المنظار، منهم 3 بيلعبوا بره بالظبط، وفي 4 موجودين جوه الدوري المحلي لو سلام كان خدهم. انما انا شايف ان المنتخب الاختيار ده كان عادل جدا وتم على دراسه، والاول مره اللي انا شايف الكابتن حسام بدري حط شروط وقياسات وقدرات وامكانيات اختار على اساسها مجموعه اللاعبين دي. انت النهارده تتفق معايا على الشناوي حارس مرمى؟ طبعا طبعا. محمد عواد حارس جيد اكيد، لما اجيب حارس ثالث يكون محمد بسام مش هيعمل لي مشاكل. ليه احمد الشناوي ممكن يعمل مشاكل؟ لا الحارس الاول في مصر حاليا هو احمد الشناوي. انا اتكلم محمد الشناوي حارس الاهلي، انا بتكلم على حارس بيراميدز احمد الشناوي لو كان هو الحارس اللي موجود. هو بيقف في مع بيراميدز دلوقتي؟ ما بيلعبش بشكل كبير. ما بيلعبش بشكل كبير. ومع احترامي الكامل للشناوي، انا يختاروا بقى مين اللي مختار؟ ما هو ايمن طاهر اللي مختار. قصدي يعني ان هم اختاروا بسام بسبب امكانياته ولا بسبب امكانياته؟ طيب أكيد ومش إمكانياته. هيسبب لنا مشاكل. ما هو في لعيب لما اكون 3 حراس على مستوى واحد هخلص من 2 هلاقي الثالث طالع لي. لا انا شايف ان الاختيار عادل جدا، وبسام من الحراس المرمى اللي انا شايفهم هم يعني المستقبل لهذا الحارس. وحارس جيد جدا، وحارس جيد بصراحه، جيد بصراحه، جيد جدا كمان. فانا ما عنديش مشكله. جميع اللاعبين المختارين في المراكز حتى اللي اتظلموا ايام اجيري جابهم الكابتن حسام، لان الدنيا كلها ما كانتش هتسكت لو مجموعه اللاعبين المحترمين اللي احنا تجاهلناهم نتجاهلهم تاني. الاختيارات جميله، وكل مركز فيه لاعب واتنين. اجمل من كده ان المدير الفني الكابتن حسام البدر لما اختار بعنايه، واختار 23 لاعب عشان الناس تفهم ده بيلعب مباراه بتسوانا احنا بنقول عليها وديه، لا بالنسبه له هو معتبرها مباراه رسميه ودوليه. الراجل ده في كلامه ليا بمنتهى من قال لك مباراه دوليه. عشان هلعب وهختار اللعيبه وهشوف وهجرب. الراجل بيتكلم كويس. الحته الثانيه انه تنازل عن مجموعه لاعبين المنتخب الاولمبي اللي هيكونوا اساسيين في المنتخب الاول. عشان انا النهارده هيبقى عندي منتخبين طالعين صح لاختيارات موفقه، مجموعه اللاعبين في تنظيم كويس جدا هنشوفه لاول مره في المنتخب كويس، انك انت بتتجمع الساعه كذا واللعيبه بتيجي الساعه كذا، اختبارات وقياسات طبيه لكل اللاعبين في اول يوم للمعسكر. هتبتدي تتدرب. هتتدرب فين؟ مش كانوا بيقولوا ان احنا نروح نتدرب في برج العرب والمعسكر في اسكندريه؟ لا لا لا، قال لك لا، ده انا ملعبي هيبقى استاد القاهره، هتدرب في استاد القاهره وهعمل كل اللي انا عايزه. في حاجات جديده طبعا الناس هتشوفها، اللي هي حتى العوامل المساعده في التدريب. انت بتستخدم، كنا بنستخدم اجهزه التدريب، اجهزه يعني. التدريب على احدث مستوى وجايه من بره جميله جدا. قياسات اللعيبه
الأوزان، الاختبارات الفنية والبدنية، اللياقة، كل دوت هتشوفه مع المنتخب. أنا متفائل جدا والاختيارات كانت صحيحة. هل لاحظت أي اعتراضات من أي نادي أو من أي لعيب؟ بس عايز أخذ من حضرتك تعليقين سريعا جدا فيما يتعلق باستبعاد محمد صلاح وفيما يتعلق بشرط القيادة سريعا عشان وقتنا. شرط القيادة ما فيش حاجة أنه تم العرض على محمد صلاح، الكلام ده ما حصلش. تمام. أقدم لاعب وحسب اللوائح وحسب الأمور والاشتراطات في الدخول المنتخب، أقدم لاعب في المنتخب مين؟ هيبقى مثلا أحمد فتح. يبقى تفضل أنت أحمد فتح القيادة. استبعاد صلاح؟ ما فيش حاجة اسمها استبعاد صلاح. اعتذر؟ لا ما اعتذرش محمد صلاح. محمد صلاح عنده إصابة في العضلة الضمة وبيعمل منها استشفاء. إصابة في العضلة الضمة هو لاعب؟ لا لا لا، بس نتكلم برضو بالراحة. مع العضلة الضمة دي في إيه؟ بيبقى في حاجة اسمها مز وفي واحد يعني إجهاد. بيبقى في حاجة اسمها إجهاد، وده الكلام اللي تم ما بين الكابتن حسام البدري واللاعب. محمد صلاح طبعا هم فسرنا وهنقعد نفسر، زي ما هقول مثلا محمد صلاح اعتذر، محمد صلاح بعت لهم على الواتس قال لهم مانيش لاعب، محمد صلاح قال مش جاي مصر تاني، محمد صلاح زعلان عشان ما اديناش صوت مصر. دي مبالغه طبعا. لا احنا بقى مش عايزين زي ايه. لا عشان عايز اقول كلمه محدده. اتفضل. انا مثلا قال خبر النهارده على اعتزال حسام عاشور. يدرس الاعتزال في نهايه طيب انا بقى خد بقى ردينا. احمد فتحي بيدرس الاعتزال، مروان وحسن مجد، وتيجي بعد 3 4 سنين يقول لك فاكرين لما انا قلت من 3 سنين؟ لا يا جماعه كفايه بقى، عايزين نتكلم كلام منطقي. طبعا يعني اكيد نتمنى كل التوفيق سواء للنادي الاهلي او المنتخب المصري. يا استاذ اسامه انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا. انا المتشكر جدا وسعيد ان انا موجود على قناه الاهلي. ربنا يخليك، نورتنا دايما ودايما بنسعد بوجودك معانا. كان ضيفنا العزيز الأستاذ أسامة صقر رئيس القسم الرياضي بجريدة الجمهورية في الجزء الأخير من حلقة كان في الميديا النهاردة. دي كانت حلقتنا، استنونا وحلقة جديدة بكرة إن شاء الله. إلى اللقاء.